المغول في الهند. والمغول في الهند أسرة حاكمة تنتسب إلى تيمور لانك المغولي، مؤسسها بابر بن عمر شيخ بن ميرزا بن ميران شاه بن تيمور لانك. كان بابر قد تولى حكم فرغانة بعد وفاة أبيه، لكنه خسرها لصالح حاكم بخارى، ثم استجمع قواته وسار إلى كابل وأسس فيها إمارته. وفي تلك الأثناء هاجم حاكم لاهور دولة بني اللودي في الهند، وكان عليها السلطان إبراهيم لودي. وعندما شعرت دولة خان الهزيمة طلب المعونة من الأمير بابر، فسار بابر للقتال وانتصر على إبراهيم لودي في معركة باني بيت واستولى على دلهي. وباستيلائه على دلهي بدأ حكم المغول في الهند. توجس ملوك الهند أوسمان، وتحالف ضده كل من رانا سينك ملك جيتور، ومعه ملوك مارفار، وكان معهم محمود اللودي شقيق إبراهيم. ثم جرت معركة هائلة انتصر فيها بابر وتبع خصومة واحدا تلو الآخر حتى أخمد قواتهم، كما تبع محمود اللودي واستولى على بيهار في البنغال، ثم استقر له الملك. كان بابر شاعرا أديبا يتقن عدة لغات، كتب سيرته الشخصية بنفسه وعرفت باسم بابر نامه،